اهلا وسهلا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. متابعة الشوط الأول من المقابلة القوية بين نادي القنيطري والاتحاد البيضاوي الطاس، فرق عندهم تاريخ كبير في طبيعة الحال. إلى حدود اللحظة التعادل السلبي بين الطاس خرجت الآن كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في سقوط أحد لاعبي فريق نادي القنيطري. متابعي قناة شوف تي في نذكر ان حضرات قاعدة جماهيرية كبيرة من النادي القنيطري لجو باعداد غفيرة لمتابعة لقاء القمة بين النادي القنيطري والاتحاد البيضاوي الطاس. النادي القنيطري جو باعداد كثيفة اعداد كبيرة جو المدينة الدار البيضاء باش يشجعوا الفريق ديالهم امام الاتحاد البيضاوي الطاس. جوج ديال الفرق اللي عنده تاريخ كبير اللاعبين طبيعة الحال. إذن متابعي قناة شوف تي في مواصلة متابعة الشوط بعدسة قناة شوف تي في بين الفريقين الطاس والنادي القنيطري. في هذه الأثناء كنتابعوا سقوط أحد لاعبي الاتحاد البيضاوي الطاس في هذه الأثناء. الحكم يشر البطاقة الصفراء في وجه لاعب النادي القنيطري. نذكر متابعي قناة شوف تي في النادي القنيطري داخلين بالأقمصة الخضراء في حين الاتحاد البيضاوي الطاس داخلين بالأقمصة البيضاء. مقابلة كتحضرها عدد كبير من الجماهير المغربية جماهير النادي القنيطري التي جاءت بدورها بالشجع فريق الطاس. أيضا أبناء الحي المحمدي جاءوا باش يشجعوا الطاس أمام النادي القنيطري، فريق اللي أيضا عنده تاريخ كبير. إذن نذكر بنتيجة اللقاء 0-0 بين الفريقين إلى حدود اللحظة. مقابلة تلعب هنا في ملعب الطاس بطبيعة الحال. كما تعرفون متابعي قناة شوف تي في أن النادي القنيطري يحقق أقوى انطلاقة في النصف الثاني من دوري القسم الوطني المغربي هو بطبيعة الحال. هذا موفق أيضا لأبناء حسن الساخي. جمهور نادي القنيطري جمهور كبير جمهور وفي أيضا تنقل هنا لمدينة الدار البيضاء لمساندة الفريق أمام الاتحاد البيضاوي الطاس. Thank you.
إذا كيف كتعرفوا متابعي قناة شوف تيفي غنذكركم بتشكيلة رسمية اللي دخل بها النادي القنيطري أمام الاتحاد البيضاوي الطاس. بوبكر كاميرا حارس مرمى، حسان قدري أيضا دخل بكل من جهاد السخي وأكرم مجدوب بالإضافة لأشرف العدام وديوارا سيكو، محمد عصام الفرسي بالإضافة لرضا ديوان ومحمد ريان جمال بالإضافة لعماد الطاب وكامسي رودريغي. هذه التشكيلة اللي دخل بها حسن السخي مدرب النادي القنيطري أمام فريق الاتحاد البيضاوي الطاس اللي بدوره جاي باش يعينه على الفوز في هذا المقابلة أمام النادي القنيطري بطبيعة الحال. إذا كيف كتعرفوا منافسة كأس العرش اليوم تلعب الاتحاد البيضاوي الطاس مع النادي القنيطري ضمن منافسات كأس العرش. إذن كما تتابعون متابعي قناة شوف تيفي المقابلة ليست بعادية، مقابلة قوية، ليست مقابلة بطولة وإنما مقابلة قوية بين الفريقين كأس العرش. الاتحاد البيضاوي الطاس أمام النادي القنيطري. نذكر أغنية متابعي قناة شوف تيفي لصالح الاتحاد البيضاوي الطاس، محاولة خطيرة كادت أن تسجل لكن خارج المرمى. نذكر أن النادي القنيطري داخل بالأقمصة الخضراء في حين الطاس داخلين بالأقمصة البيضاء. يلعبوا مقابلة قوية هنا تلعب بمدينة الدار البيضاء بالضبط بملعب الصخور السوداء. خطيرة كيف تابعتوا معنا متابعي قناة شو تيفي. Thank you.
إذا متابعي قناة شوف تيفي، الآن الكرة في الجهة اليمنى لصالح الاتحاد البيضاوي التاسع. تعرفوا متابعي قناة شوف تيفي برنامج دور 32 من مسابقة كأس العرش للموسم الرياضي 2022، كانت محاولة لكن خارج المرمى، شطر شمال الاتحاد البيضاوي أمام النادي القنيطري اللي كيلعبوا اليوم مقابلة قوية بطبيعة الحال. كان أيضا مقابلة ديال راسينغ البيضاوي أمام اتحاد سيدي قاسم، وقدس تازة أمام وداد صفر، بالإضافة إلى وداد تمارة أمام فتح الناظور، والوداد الفاسي أمام اتحاد الزموري الخميسات، بالإضافة لشباب أطلس خنيفرة أمام شباب فتح البيضاوي، استاد الرباطي مع أجاكس طنجة، والاتحاد الرسامي المجدي ضد جمعية سلام. محاولة خطيرة في هذه الأثناء يعني خارج المرمى. إذا خطر الجنوب من برنامج الدور 32 مسابقة كأس العرش، أمل سيزنيت سيواجه مولودية الرفايع، اتحاد الفقيه بن صالح يواجه رجاء بن ملال، الكوكب المراكشي يواجه الاتفاق المراكشي، شباب بن قرير يواجه وداد قلعة سراغنا، يوسفية برشيد يواجه نجوم أوسرد، وأولمبيك تشيرة جمعية المنصورية يواجه نتة الزمرة، شباب المسيرة يواجه أضرار سوسة، والكوكا سيواجه سريع واتم. مقابلة اليوم قوية بين الاتحاد البيضاوي والنادي القنيطري في برنامج دور 32 من مسابقة كأس العرش للموسم الرياضي 2022-2023. كيف كتبوا معنا هذه المقابلة الخوية اللي كتلعب هنا في ملعب الصخور السوداء، مقابلة قوية كتلعب بين الفريقين ضمن منافسات كأس نعرفوا كأس العرش الغالية، كأس العرش اللي غالية عن جميع الفرق المغربية بطبيعة الحال نظرا للمكانة ديالها. كتعرفوا الدورة 18 ما بين الاتحاد البيضاوي والتاس والنادي القنيطري انتهت لصالح النادي القنيطري بنتيجة 2-0 نادي القنيطري في الرتبة الثانية. النادي القنيطري بطبيعة الحال في الرتبة الثانية برصيد 32 نقطة. والاتحاد البيضاوي التاسع في الرتبة 12 برصيد 18 نقطة، يعني فارق كبير بين هاد جوج ديال الفرق. وآخر مقابلة لعبوها الفريقين
آخر مقابلة بين الفريقين انتهت لصالح النادي القنيطري بجوز الأهداف لصفر. إذن اليوم مقابلة مختلفة، مقابلة بطعم خاص، مقابلة كأس العرش بين الاتحاد البيضاوي الطاس والنادي القنيطري، يعني مقابلات كأس العرش بعيدة كل البعد عن مقابلات البطولة الاحترافية. دائما كيكون مقابلات كأس العرش مفاجآت كبيرة، فروق كبيرة، سنوات كثيرة وهي ما فازتش بلقب كأس العرش، أزيد من 20 سنة، وفرق دائما كتفوز بألقاب داخل أرض الوطن وألقاب إفريقية، ومع ذلك ما قدراش أنها تحقق لقب كأس العرش. ماشي مدرسه اذا متابعي قناة جو تي في، نواصل اللقاء بين الاتحاد البيضاوي الطاس والنادي القنيطري. نذكر بنتيجة اللقاء دائما التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. هنلعبوا الان الشوط الاول من المقابلة. الاتحاد البيضاوي
الطاس داخلين بالأقمصة البيضاء، في حين نادي القنيطري داخلين بالأقمصة الخضراء كيف كتبوا معنا متابعي قناة شوف تيفي. نذكر دائما اللقاء سفر لمثله إلى حدود اللحظة، مقابلة كترفع حضور قاعدة جماهيرية كبيرة اللي جاءت لتابع هذه المقابلة الكبيرة بين جوج ديال الفرق اللي عندهم تاريخ كبير، فريق الطاس والاتحاد والنادي القنيطري طبيعة الحال. فرصة كانت لنادي القنيطري لكن خارج المرمى طبيعة الحال. نذكر بتشكيلة النادي القنيطري اللي داخل رسميا في هذا المقابلة، في حراسة المرمى بوبكر كمرة وحسن خدري بالإضافة لجهاد الساقي أكرم مجدوب وأشرف العدام وديورا سيكو بالإضافة لمحمد عصام الفارسي ورضا ديوان محمد ريان جمعي بالإضافة لعماد الطاب وعماد الطاب وكامسي رودريغي. هذه التشكيلة اللي دخل بها المدرب حسن السخي مدرب النادي القنيطري. إذا كما تتابعوا مقامة متابعي قناة شوف تيفي، المقابلة مستمرة بين النادي القنيطري والاتحاد البيضاوي الطاس دائما سفر لمثله بين الفريقين. Thank you.
الدين. Amigo.